ينضم إلينا من رفح مراسل العربي أحمد البطة. مزيد من المجازر، مزيد من القصف يطاول المستشفيات والأحياء السكنية. ما آخر حصيلة وآخر تحديث لهذه التطورات؟ بالفعل آمال، وفي هذه اللحظات نتحدث عن وصول جثمان شهيد من منطقة القرارة إلى الشمال الشرقي من مدينة خان يونس تجاه مستشفى شهداء الأقصى. وصل جثمان هذا الشهيد جراء الاستهدافات المتواصلة في تلك المنطقة والتمركز الإسرائيلي المستمر فيها والتدمير الحاصل لأحياء سكنية بأكملها. في ذات التوقيت وقبل أيضا ساعة من الآن كان هناك استهداف في مخيم الشاطئ، استشهد 2 من الفلسطينيين وجرح عدد من المواطنين، فيما أيضا كان هناك تدمير بقصف إسرائيلي لبناية سكنية معروفة باسم الملش موجودة غرب مدينة غزة، فيما استشهد 2 من المواطنين وجرح عدد كبير منهم 8 زملاء صحفيين في الاستهداف الذي طاول خياما للنازحين وخيام الصحفيين وسط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. وهذه الاستهدافات أمال لا تتوقف، يعني كل أشكال الحياة هنا في قطاع غزة تستهدف، تجمعات مواطنين، خيام لصحفيين، خيام لنازحين، مبان سكنية وسيارات مدنية، كل مكان يتواجد به الفلسطيني النازح، الصحفي، الطبيب، الضابط الإنقاذ، وكل هذه الكوادر هي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وكل اللجان التي تحاول يعني تخفيف وطأة هذا العدوان تستهدف بشكل مباشر. أمام ذلك نتحدث عن استمرار تفاقم الحالة الإنسانية وتفاقم الوضع الصحي في ظل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمستشفيات، حصار مجمع الشفاء الطبي واقتحامه أيضا وتحويله إلى ثكنة عسكرية، استمرار التمركز في محيط مجمع ناصر الطبي وإخراجه عن الخدمة، بالإضافة لمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر غرب خان يونس وإخراجه عن الخدمة. وما تبقى أصلا من المستشفيات يمنع الاحتلال وصول أي من الإمدادات الطبية واللوازم لهذه القطاعات التي تحتاج بشكل عاجل أمام النفاذ المستمر لهذه المستهلكات وانعدام وجود أسرة في المستشفيات. كثير من الجرحى يستقبلون على الأرض، كثير من الجرحى الذين يمكثون داخل مرافق هذه المستشفيات لا توجد لهم أسرة. لذلك نتحدث عن أوضاع صحية صعبة أمام تفاقم للحالة الإنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. شكرا لك حتى هذه اللحظة أحمد البطة، مراسل العربي، كنت معنا من رفح.